السلام عليكم، كي راكم دايرين خواتاتي وخوتي في الله؟ اليوم صبحنا نهار العيد، عيدكم مبارك سعيد على جميع الدول الاسلاميه وين ما موجوده. ربي يحفظكم وربي ينوركم وربي يستركم اجمعين. ما نكذبش عليكم يا خواتاتي، اليوم نهار الاحد ما نجيبوش الخروف، نجيبوه غير الغدوه، هكا القوانين نتاع الفيرمه اللي ذبح. المهم خواتاتي غادي نشارككم ان شاء الله باذن الله واش وجدت نهار العيد في الغربه. هذا هو الحكم، الا ذبح في الدار ديالك تعبي بروسي طربك للقلب وزيد ينحيو لك الخروف، يعني طربك ببروسي وزيد ينحيو لك الخروف. هي على هذيك اخواتاتي، معليش احنا كيما نقولوا الحكم علينا قوي، الله غالب، ماذا بينا نعيدوا نهار اليوم وناكلوا نهار اليوم، ولكن الله غالب. السي محمد هاكك وما خرجنيش بلا شوى. غدوه ان شاء الله، غدوه ان شاء الله نجيبو الخروف تاعنا ان شاء الله يا ربي. جاب لي هنايا الكبده والريه، جاب لي الشحمه، جاب لي هنايا الكوتلات، ها هو الكوتلات، جاب لي السدد الطرف تاع كما نقول حنايا الكتف تاع الخروف. المهم ما خرجنيش بلا شوى، قال لي ام جنة تبغي الشوى نتينا انا ما خرجك بلا شوى. المهم نشارككم نهار قبل العيد ديالنا، حنايا اليوم العيد ولكن الذبيحه حتى الغدوه. ونقول لكم تابعونا في الفيديو تاع اليوم، اليوم العيد الكبير ماشي تاع الحطاير، اليوم العيد الكبير تاع الخدمه خواتاتي. المهم حنايا هنا في الغربه ما نكذبش عليكم، في الغربه خواتاتي انايا من بكري من نهار اللي جيت لفرنسا وانا نعيد نشري الخروف ونعيد نحجر ندير نجمع الدراهم هكا ولا هكا، المهم نعيد نعيد. المهم العيد انا عندي حاجه شوف ما تهضرش معايا في العيد، نعيد نعيد، اللي ما عندوش الله يرجع ربي يعطيه، ولكن انا من هذه حطيت رجلي هنا ولا نعيد خواتاتي. انا ما نبغيش نخرج عن العادات الاسلاميه، نبغي العيد، نبغي كما نقول حنايا العيد كل شيء. نوريكم واش نديروا في الغربه، حنا ما نساوش عاداتنا وتقاليدنا وسورتو الاسلام تاعنا واش قال. شي ندوب الزبده، هاي الزبده تاعي، شي ندير هاد الدوبه هنايا، هنايا خواتاتي الغاليات، ندير شويه تاع الزيت فوق السمن هكا، هنا دوبت الزبده، هاي الزبده دوبتها، نزيد نخلط معاها شويه تاع الزيت، صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير. الله يرجع ربي ان شاء الله، يا ربي المريض الله يرجع ربي شافيه. العيد تاع الغربه هذا هو، ما نكذبوش على رواحنا زعما وقولوا بلي العيد الغربه نذبحوا الخروف ونجيبو، كاين اللي يذبح وما يخافش زعما الله سهل عليه. لا حنا كان وحدين يخبروا عليك ولا ذبحتي هنا يعبوا لك الخروف ويزي يعطوك بروسي، وعلاش عليا كاع هذا الشيء؟ ما نقدش خواتاتي، اللي بغى يهضر ولا يضحك ولا، المهم انا عيدت بصحي. ماشي كي انا نقول لكم نمشي شويه الخروف نمشي شويه اللحم ونقول لكم لا عيت، السمير والملح والفرينه هذا ما كان. هنا راه عندي الماء سخون، ها هو الماء سخون خواتاتي، خمرت الخبز، غادي ندير واحد جوج خبزات، هنا الملح، فوالا خواتاتي هيا هنا نرونو ونشوف تاعكم المسمن تاعحنا ونديرو المبسس ونديرو، هي غادي نغطيه ونخليه منا. عندي السميد المتوسط خواتاتي هنا بسم الله، هاهي هي باش نقرصها، هنا دوبت الدهن خواتاتي، ما درتش معاكم الوصفات تاعنايا غير نشارككم وخلاص. الزيت ها فوالا ها كاس نديرو هنايا في كيلو تاع السمن، نحيت منه شويه نبسوه، نديرو شويه تاع الملح، فوالا كاس الاول، كاس الثالث،
نديرو هنايا المبسط تاعنا. هنايا باش نديرها في المقلة ها فوالا هاد الصوالح هادو الدهن اللي دوبت معاك ها هو عندي التخيق رطب هنايا نكب شوية هنايا بسم الله هاي ها بسم الله هنا ونجيبو معاها ثلاثة صوالات حاجه قامشي واعره ها يلا الزيت ونحيدوها منا يلا خواتاتي والله غير بيدانا وراه في الزيت هكا النقطه هذه انا والله يا خواتاتي غير بغيت نشارك معكم النهار تاعنا تاع العيد زعما ماشي وصفات ان شاء الله غادي ندير معكم ولكن غير بغيت نوريكم هكا شويه يا حي عليا كاع التفالي هنايا هنا خواتاتي نجي ونديرو ها شفتو راني كثرت في الغرفية فوالا شفتو نحيد معاه ونقلبوها هكا باش يجيك خفيف هي ما نطولش معاكم باش الفيديو ما يجيش طويل نقبضو هكذا ونديرو من هنا شتي هكذا ايوا هكذا حاجه ما تما كاع ما تلمي ما والو ها نحيدو منها هادو ملويات خواتاتي عاود ان شاء الله مسمن حسن طيب ملوي المسمن راكم تشوفوا اخواتاتي العجين راني عاودته ها هو العجين عاودته هنايا الملوي ها هو الملوي تاعنا ها هو الملوي تاعنا درته خفيف ريشه ها ما نقول لك شوفوا الملوي كاش نحيوه ونديرو هنايا ها اخواتاتي كاش خرجت شفتو الملوي فوالا والسي محمد راه يدير في في ريشه في النار هاي درت مبسه يلا يا اختي يا حبيبتي هنا بسم الله نقلبو يلا هي هاي اختي ها ملوي ولا مش ملوي هذا ملوي ولا مش ملوي شو كاش جا هبال 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 شتو وهذه البسه اللي درتها معاكم وهذا التسقيق وها هو العجين ديروا شي هكا شويه تاع الماء ها خواتاتي فوالا خواتاتي هاني ماشي وجد لا تاعي السلام عليكم اجنة عيدكم مبروك تعيد وتعاود راكي قبايليه ها لبستي اللبسه تاع قبايل صحا عيد بنتي يلا قولوا السلام عليكم عليكم بون فات بون فات جيسبر كو لي باسين بون شو راسين بون جورنيز كارين فوالا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا مي وخواتاتي شوفوا اللبسه تاع جنة شكون زرت لك سي لا سور دو بابا سي عمتي باس لا بونجور عمتي خيرة بونجور عمتي خيرة ميرسي دو مي راموندي دي روب
هي روح ادخل القبيليه الحره. السلام عليكم يا بدوي، راك تشوي؟ وي فوالا اخوتي، عيدكم مبارك، عيدكم مبارك لكل الجميع وكل الامه الاسلاميه ان شاء الله، وان شاء الله تعيدوا بخير وعلى خير ولهنا والصحه. سلموا كامل على فاميليا، كامل لا فامي، كل شيء تاعي وتاع الزوج ديالي كامل نسلموا عليهم ونعطيوهم كما نقولوا حنا عيدك مبارك، واللي مريض الله يشافيه واللي مات الله يرحمه. هذه هي خواتاتي، وسي محمد راه مقابل شويه اختي، الدنيا راها مقلوبه. المهم حنا سي محمد ما جبناش اخرى في اليوم، لا غدوه ان شاء الله، غدوه ان شاء الله. هذا لافون العيد، هذه هي خواتاتي قبل العيد. راني شاعله الكوشه هي، وجنا راه مع باها معطينا للشوا ها موين سخونه. ها يلا خواتاتي نديرو هنايا، لا راه جيبي صحيات، صافي 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 اللي ما عيطش نقول له ان شاء الله العقبه العام الجاي والله يجعل ربي يبعث له حر زيق ان شاء الله يا رب. فوالا حركوهم على الجهه هذه، الا ما فيش المطلوع تاع الدار انا بالنسبه ليا كاع ماشي عيد، خاص هكا اختي هكا المطلوع المطلوع. زي الكانون، زي الكانون حرقني. الغربة ولا ماشي الغربة، لازم نديرو كيما هكذا، ماشي زعما يعني وبليجي دير هكا باش تعلم وليداتك من الصغر هذا النهار مختلف على النهارات كامله. هذه هي، روح وريهم شو الخبز تاع لالا مغنيه. يا اختي ها الخبز، ها شتيت الخبز في العيد الكبير؟ الا ما درتيش الخبز ما نعرفكش كاع بلي عندك الدرع انايا. يلا حبيبتي يلا بسم الله، وشو ها هو وين. المهم تراقبوا مازال ما كملتش الفيديو، ان شاء الله باذن الله غندير معاكم القهوه تاع العشيه منوعه مزوقه. الله الله، يلا اختي نمشيو ناكلو رحامي، ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو في القهوه. راقبيني وديري الجيم. وجدت هنايا، وجدت القريوش البارح درته، ها هو القريوش هنا بسم الله. اروحي معايا هنايا قربوا. فوالا خواتاتي هنا درت المسمن، ها هو المسمن، ها هو المسمن خواتاتي، شوف المسمن ها هو درت انا مسمن. كملنا نهارنا تاع اليوم، فوالا خواتاتي درنا لاتاي ودرنا القهوه لحبابنا الغاليين، جات هنايا نهزيها عيدت معانا، ربي يحفظها وربي يعطيها صحيحه جديده. خواتاتي بغيتكم تدعيو لنا نهزيها بالشفاء، راها مريضه بزاف بزاف، راها مريضه مريضه نهزيها، والله العظيم راها طايحه مسكينه ناعسه، راها مريضه، بغيتكم تدعيو لها بالشفاء العاجل. الله ينوركم ربي يحفظكم خواتاتي، نتمنى لكم تلبوا لي هذا الطلب هذا وتدعيو لها بزاف بزاف. ورا كيما نقولوا حنايا ديروها بنتكم وديروها اختكم. هذه هي هنا خواتاتي، فوالا عندي درتها هنايا، حنا نقولوا البسس، ها هو البسس، فوالا خواتاتي البسس ها هو. درت الملوي، الملوي ويا سلام شتو، ها القريوش وها الملوي وها العيد تاع فرنسا. يلا خواتاتي احسن عيد كتكون في وسط لا فامي وفي وسط العائله، هذيك هي كل شيء،
المهم والو عيدنا ما كاش مشكل، المهم كل واحد كما نقولوا حنايا نديروا التقاليد تاع بلادنا ونديروا التقاليد تاع الاسلام اللي وصلنا ربي عليه. هذا هنا هنا دري واش هو دري واش خواتاتي، ها هي المسه تاعنا. نمشيو نقسموها سي محمد، ها هو لا تمشي مع مراه. شوف شوف شوفي هنايا بسم الله. ها روحي شوفي الملوي كي داير. روحي ها الملوي، ها المسمن، وها القريويش اختي. هذا هو العيد تاع الغربه. تفضلي معايا والمبسس، ها المبسس. شوفوا احسن طاوله فيك يا فرنسا. روحي هنا قربي بسم الله. شوفي وغدوه ان شاء الله باذن الله انتظريني في الفيديو نتاع اللي راه جاي نتاع الخروف. شتي قريوش، شتي ملوي، المسمن نتاع ام جنة. ياسر مش غادي نقول لك. المهم اخواتاتي في رعاية الله وحفظه، وتبقوا على خير، وربي يصدقكم ويحفظكم من الافات. ومع السلامه يا اعز الناس، تراقبوا تراقبوا الفيديو تاع غدوة إن شاء الله.